بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وقناتكم وقناة بانوراما للأعمال الخشبية. إن شاء الله النهاردة معنا مقطع قصير لنيش 3 ضلف جرار أو سحاب بشكل جديد ومختلف. النيش زي ما حضراتكم شايفين القرف بتاعه إزاز 8 ملي عشان ما تتكسرش، والظهر من ورا زي ما حضراتكم شايفين برضو في مراية من ورا عشان تعكس الاشياء اللي بتحط فيه، الشغل اللي بتحط فيه يعني. النيش زي ما حضراتكم شايفين معمول ابيض في اسود، ديت الارفف زي ما حضراتكم شايفين، ودي المرايه اللي في الظهر علشان تدي شكل جميل للكاسات وللشغل اللي بتحط فيه. دي المجرة برضو ما شاء الله، مجرة تركي او السكه يعني زي ما بنسميها. السكه التركي دي بتبقى طبعا ناعمه في شغلها جدا وخفيفه يعني. النيش شكله جميل جدا وبسيط وسيمبل، والوانه جميله جدا متناسقه مع السيراميك.